مصطفى، يمكن انت كنت نفس الظروف، انتوا اتنين فرقه واحده في النادي الاهلي. كلمني ازاي تم اختيارك في منتخب مصر، وازاي تم ابلاغك، وايه الاستعداد اللي انت استعديته قبل البطوله؟ تمام. احنا قبل البطوله الاتحاد كلمنا، انا كنت لسه راجع من بطوله دوليه كانت في كينيا قبل بطوله افريقيا على طول. خدت فيها ايه وعملت فيها كينيا؟ خدت فيها مركز اول في الزوجي، ووصلت في واحده خدت فيها رابع اسبوع. طيب منهم. طب الزوجي كنت بتلعب مع مين؟ كنت بلعب مع زميلي واحد مش من مصر، من اليابان. من اليابان. طب ازاي اخترتوا بعض، او ازاي احنا اتقابلنا هناك؟ كنا بننزل نتمرن مع بعض كل يوم. انت عرفته هناك ولا عرفته قبل كده؟ انا عرفته هناك. دي برضو يعني دي من ميزه البطولات لما انت بتسافر، ان انت بتقابل ناس تانية وبتلعب مع ناس مختلفه. ده برضو بيعلي من مستواك. فبس تعرفنا على بعض ولقينا ان احنا لعبنا راكب على بعض. دي صور ليك يا مصطفى. مين اللي شايلك يا مصطفى؟ مين اللي شايلك؟ لا تقولي الصوره تانية يا جماعه. مين اللي شايلك؟ ده طبعا في التكريم بتاعنا في النادي الاهلي. الاهلي طبعا. كنا بعد ما خدنا اول وتاني الحمد لله. طبعا النادي عملنا تكريم يعني مشرف جدا. كابتن غزاوي وكابتن طارق اني. دي كانت في تونس. دي في تونس. دي في حفله ده في توزيع الجوائز. طب وخلينا نكمل. طيب رجعت من كينيا وكنت بتلعب مع زوجي مع لاعب ياباني تعرفت عليه هناك، وخدنا مركز اول الحمد لله. مركز اول. الحمد لله. ولسه على اتصال يعني ممكن تلعبوا بطولات تانية ممكن مع بعض؟ طبعا احنا بنتكلم في بطولات دوليه ان شاء الله جايه، وان شاء الله نحقق فيها. طيب المنتخب تبعك مين بقى اللي شايلك هنا؟ ده كابتن احمد ياسر. كابتن احمد ياسر اللي شايلك. يعني انتوا بتلعبوا في نفس السن ولاعيب يشيل لعيب، دي حاجه جميله جدا. هو قال لك شيلني في الملعب، مش تشيله بجد يعني، شيله ساعده. لا ده انا شلته. انت رحت شايله. شلته على طول. يعني بالظبط، يعني هو قصده يساعدك تشيلني في ان انا يلمك في كوره بتاع، انما مش تشيله كده يا احمد. يعني مش معقول يا احمد كده. طيب يعني بتبقى حلو الروح اللي مع بعض، بالذات لما تكونوا لعيبه نادي واحد في المنتخب. طبعا احنا في الاول في الاخر فرقه واحده وبنلعب باسم مصر، فاحنا ده مكسب لينا احنا الاثنين ان احنا نكون واخدين اول وثاني في نفس الوقت. فيعني ده في مكسب كبير لينا احنا الاثنين، وان شاء الله خير في السنين الجايه ان شاء الله نقدر نحقق اكتر يعني. طيب قول لي انت خلاص رجعت من كينيا، كلموك في المنتخب؟ تمام. الاتحاد كان احمد هناك اوريدي كان بيلعب 18. بس احنا كان عندنا وقت ان احنا نعمل بريبريشن للاسبوع ده. طبعا مع كابتن جهاد الديب المدير الفني كان بتاعنا طالع معانا مع المنتخب، وكابتن ياسر عادل كان طالع مع البنات. كلنا كنا بنساعد بعض في الاسبوع ده. كنا بنتمرن هنا في مصر قبل ما نطلع. بتتمرنوا فين؟ كنا بنتمرن في كذا نادي. كنا بنتمرن في نادي سماش المطار ونادي نيو جيزة. احنا الارض طبعا السيرفس اللي احنا بنلعب عليها في تونس كانت هارد كورت. ايوه. فانتوا عايزين هارد كورت، عايزين ملاعب المتوفره في مصر كانت في نيو جيزة. هارد كورت الملاعبين دول طبعا مع تنسيق من الاتحاد والنادي قدرنا ان احنا نجيب الملاعب. كنت دي بتتمرنوا كام ساعه في اليوم تقريبا يا مصطفى؟ احنا كنا بنتمرن ساعتين تنس، وكان بيبقى فيه ساعه فيتنس كل واحد طبعا حسب اللي محتاج له. بالظبط. وانا كنت بعمل حاجات زياده طبعا لنفسي. بس كل ده اثر طبعا في النتائج دي يعني. احنا طبعا طلعنا كان معانا كابتن جهاد الديب، عملنا استعداد كويس قبل ما نطلع. كان في بوتنشال كبير من اللعيبه. كنت انا وعبد الرحمن خالد عطا الله واحمد منصف واحمد ياسر زي ما قلت حضرتك كان هناك. فكنا طالعين ببوتنشال كبير. 18 اتلعبت الاول يا ابو حميد صح؟ اتلعبت الاول. 18 الاول تعرف هو كان سابقكم. بالظبط. فاول اسبوع كان كنا عايزين نروح نعمل نتيجه، والحمد لله عملنا. بس اقول لك يا مصطفى انتوا القرعه خدمتكم يعني، الحمد لله ان انتوا ما قابلتوش بعض في الادوار يعني. يعني القرعه خدمتكم ان انتوا وصلتوا قابلتوا بعض فاينل. انا قابلت احمد شريف منصف زميلي في السيمي فاينل. كانت برده مواجهه مصريه. لعيب نادي الصيد. لعيب نادي الصيد الدقي. كان ماتش برده قوي جدا، خلص 7-6 7-6. يا خبر ابيض. فماتش طول. وبس لعبنا ثاني يوم طبعا الفاينل. انت كان قبل النهائي